اه ولا يعني ازاي بين يعني؟ بنين، يعني اقول لك ازاي؟ حاجه، يعني النادي الاهلي في احتياج قالوا ديانج اكتر من نادي الزمالك، لان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت شايف ان الراجل ده في التوب فورم بتاعه، شايل الفرقه في نص الملعب، كان بيعتمد عليه بشكل كبير قبل المسحه الاخيره لما كنا بتناقش مثلا مع اصحاب الاهلاويه او الناس اللي حواليا، احنا عندنا قالوا ديانج ده هيلعب لوحده، هيشيل نص الملعب لوحده، هيلعبكم لوحده، ما حدش هيقدر عليه. فالزمالك كده مرتاح ان قالوا ديانج مش موجود؟ اكيد طبعا، يعني اكيد طبعا. وبعدين مع احترامي يعني، قالوا ديانج مش قالوا ديانج، احنا عندنا طارق حامد يعني هيقدر يقوم بالليله كلها لوحده. نفس السؤال، مين اللي موقفه اصعب؟ لا مفيش، هو المفروض ان انت بتتكلم عن ناديين كبار، فبالتالي اللي بمن حضر يعني، يعني المفروض انت بتتكلم على اي لاعب انت معرض لايقافات، انت معرض لاصابات، واحنا كنا متوقعين الكلام ده. ممكن زي ما الكابتن هادي قال ان انت الثلاثه مؤثرين بيلعبوا بشكل اساسي، انما انا عندي قناعه من وجهه نظرك يا عبد الحليم يعني ان الفريقين فريقين كبار بمن حضر، طالما انت بتلعب في نادي كبير. يعني غياب الاسماء دي مش مؤثر في اداء الفرقه بكره سواء اهلي او زمالك؟ مفيش، المفروض على ارض الملعب ممكن يبقى مؤثر، لان ده عناصر اساسيه بتلعب ومكمله للتيم، والراجل بيعتمد عليهم في الفتره الاخيره. انما احنا بنقول كمان خلاص انت تخطيت المرحله دي وبتتعامل مع امر واقع، فبالتالي في لعيبه بديله بتقعد على الدكه او موجوده، وفي لعيبه لو هتتكلم على الثلاثي هنا او اللي هيتكلم بديل الناحيه الثانيه بيلعبوا، فيهم اللي بيلعب منتخب مصر وفي اللي شارك وكان بيقدم بشكل جيد. فبالتالي انا من وجهه نظري اي لاعب يخش بيلبس تيشيرت الناديين الكبار دول فبيكون على قدر المسؤوليه، مش اقل من اللي موجود في الملعب، وممكن يكون يومه يعني. دايما في الكوره في لعيب بينزل مكان لعيب يبقى 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 يومه، فساعات في ماتشات يعني الظرف الصعب هو اللي يخلي لعيب تاني يلعب. ممكن تولد نجوم يعني. طبعا اه ممكن تولد نجوم. من وجهه نظر ثانيه بقى، مش من وجهه نظر بس اللعيب والكابتن الكبير، من وجهه نظر كمان فنيه او تدريبيه، دلوقتي المديرين الفنيين للزمالك والاهلي